يعني ده عن طريق الشفرة الوراثية أو فك الشفرة الوراثية للفيروس أو دراسة الفيروسات عامة، ودي حاجة مهمة جدا. إن احنا طالما يعني بقى الموضوع أسرع بكتير من الأول، لأنه كان دايما هي المشكلة فين؟ اللقاح، إنه اللقاح بياخد وقت كبير قوي. يمكن ده اللي كانوا دايما بيتكلموا عنه في بداية فيروس كورونا، إن احنا نعمل لقاح دي مشكلة كبيرة وهياخد وقت طويل، لكن العلماء طبعا عملوا لقاح بشكل سريع شوية. لكن النهارده ده احنا بنشوف ازاي ممكن نستعد للفيروس عن طريق ان احنا ندرس الفيروس ونفك لما يظهر، نفك الشفره الوراثيه ليه. استعدادات بقى انظمه الرعايه الصحيه، هل في النهارده حاجه مختلفه يمكن ابتدت الدول ان هي تتبناها؟ لان شفنا بعض الدول القطاع الصحي فيها انهار تماما بسبب فيروس كورونا، هل النهارده في مجابهات مختلفه ابتدت الدول او خطوات مختلفه ابتدت الدول تاخدها في حال ظهر فيروس جديد، خطوات مختلفه مثلا تشمل والله الرعاية دي نقطة الصحية مهمة، بالتحديد؟ نعم يعني دي نقطة فعلا في غاية الأهمية، وأشكر حضرتك جدا على السؤال دوت. وهي مناقشة كيفية إعداد أنظمة الرعاية الصحية لمواجهة وباء أكثر خطورة من الكورونا. ده بصراحة يشمل نقاط عديدة جدا، ممكن يعني الوقت لا يسمح لذكرها، لكن ممكن بس نغطي من أهمها هو تدريب الأطقم الطبية بشكل أفضل على مكافحة الأوبئة. ودوت يعني للأسف الشديد مش نقطة يعني بتدرس بشكل كبير في كليات الطب او في الانظمه الصحيه، فدي مهمه جدا جدا، هي تدريب الاطقم الطبيه، لان دي اول خط دفاع اثناء ظهور الاوبئه. دي نقطه. النقطه الثانيه طبعا زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتيها، هي وضع خطط طوارئ لكيفيه زياده سعه النظام الصحي لاستقبال مرضى اكثر في وقت الوباء المحتمل. يعني الحقيقه اكيد فاكره طبعا اثناء بدايه جائحه الكورونا في مرضى كتير يعني للاسف ماتوا في الاول بسبب عدم توفر الرعايه الصحيه في بعض الدول، وده طبعا بسبب الاوفر لود او الضغط الشديد على المستشفيات باكثر من طاقتها الاستيعابيه. فلازم يكون في خطه طوارئ موجوده، ازاي لو لا قدر الله حصل مثلا يعني بدل ما احنا عندنا 1000 مريض بيدخل في المنطقه ديت او في المستشفى ديت، ازاي احنا نسعى ل 10,000 مريض. فلازم يكون في خطه لمستشفيات بديله، لاماكن بديله. طبعا يعني بتكلم بمنتهى البساطه، لكن الموضوع يعني موضوع عميق ومحتاج يعني إذا تضافر نقدر من نقول جهود يا دكتور إن هو مختلفة تحذير على مسبق مستوى من الحكومات منظمة وعلى مستوى الصحة الدول. العالمية وتوجيه للأنظمة الصحية في العالم كله إنها تكون على أهبة الاستعداد لا قدر الله في حال انتشار أي فيروس أو وباء جديد.